أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. سبحانك ربي وصالك نعيم وعقابك عدل ومنعك تأديب، وكل خير فمنك وحدك سبحانك. إلهي القليل منك كثير، والطل من فيضك غدير. إلهي كيف لا نعبدك وقد سجدت لك الأرض والسماوات، وكيف لا نثني عليك وأنت الذي بددت بنورك سحب الظلام والأوهام. فاهدنا اللهم بفضلك إلى صراطك المستقيم، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد الدكتور مصطفى محمود بمحافظة الجيزة، حيث تختتم وزارة الأوقاف هذا الأسبوع الثقافي، على أن يبدأ الأسبوع القادم بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة. وندوة الليلة أيها الإخوة تدور حول مسؤولية الكلمة، ومعنا من السادة العلماء الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية، ومعنا فضيلة الدكتور عبد الخالق عطيفي وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة. وخير استهلال لهذا اللقاء المبارك القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود السعيد يتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً.
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم
هكذا أيها الأحباب، فقد عشنا مع هذه التلاوة المباركة من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود السعيد، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك ضمن الأسبوع الثقافي بمسجد الدكتور مصطفى محمود بمحافظة الجيزة. أيها الأحباب، الكلمة هي عنوان الإنسان ووسيلة اتصاله بالآخر، وبكلمة تشقى أمم وتسعد شعوب، وبكلمة تحفظ وتصان الأعراض والدماء، وبكلمة تهدر وتراق. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما من يوم يصبح فيه العباد إلا والأعضاء تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولله در القائل: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. حول مسؤولية الكلمة نعيش مع فضيلة الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الكلمات النورانية وصاحب البلاغة الإنسانية التي قدرها العلماء والأدباء والنقاد، وما زالت أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم هي الشمس التي تضيء قلوبنا ونفوسنا وتمهد لنا طريق الحياة. فهو صاحب البلاغة الإنسانية التي خضعت الأفكار لآيتها وحسرت العقول دون غايتها. هذه البلاغة لم تصنع، وهي من الإحكام كأنها مصنوعة، ولم يتكلف لها، وهي على السهولة بعيدة ممنوعة. ألفاظ النبوة كما يقول علماء والأدباء، أي كلماته التي خرجت من بين شفتيه وقبل ذلك نبعت من قلبه. ألفاظ النبوة كما قالوا يعمرها قلب متصل بجلال خالقه. فاللفظ من اللسان لم يكن من القلب فلا قيمة له. ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه، ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه. فهي إن لم تكن من الوحي ولكنها جاءت من سبيله، وإن لم يكن لها منه دليل فقد كانت هي من دليله.
فالمصطفى صلى الله عليه وسلم نور ممتد من الأزل إلى يوم القيامة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فنوره من سنى الرحمن مقتبس على مدى الدهر والأيام محتجبا، وذكره من جلال الله هيبته في الجاه والحكم والسلطان ما رغبا. هو الفقير ويأبى أن تكون له جبال مكة في دنيا الورى ذهبا. هو الفقير ويأبى أن تكون له جبال مكة في دنيا الورى ذهبا، فنفسه من صفاء الخلد معدنها، والله أغناه بالقرآن حين أبى. فإن مشى كان قرآنا جوانبه تفيض بالذكر للقلب الذي نضبا، وإن تحدث فالآيات منطقه ترد للكل حقا كان قد سلبا. ففي تواضعه أسرار حكمته، هو النبي هو النبي ولكن يجمع الحطبا. ففي تواضعه أسرار حكمته، هو النبي ولكن يجمع الحطبا. وفي تواضعه أسرار قوته، قد أخضع العجم بالقرآن والعرب. وفي تعاطفه أسرار، وفي تسامحه أسرار هيبته، والحب في الله قد أحن له الشهبا. جبريل يأتي بآلاف مسومة، والمصطفى لسوى الرحمن ما انتسبا. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، ففي هذا المكان الطاهر المكان المبارك بيت الحق سبحانه وتعالى، أحيي جميع الحاضرين من الإخوة والزملاء الكرام الذين شرفونا وأدوا معنا صلاة العشاء، ثم جلسوا يستمعون إلى هذه الكلمات وإلى هذه المواعظ التي هم يعني يدرون بعضها وبعضها ندريه نحن، ولكن الأمر هو كما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بداية أشكر معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على هذا الحراك الثقافي والنشاط الدعوي، وليس هنا فقط بل في كل قرى مصر. يعني منذ أسبوعين كنت في ديار ابن نجم بالشرقية في المسجد الكبير، وقبلها كنا في مسجد الفتح بالزقازيق أيضا، وزملاؤنا يذهبون في دمنهور وفي طنطا وفي الإسكندرية، يعني آلاف آلاف المساجد. تخيلوا يعني المسلمون يعني يحتاجون إلى ذكرى فقط، كل واحد عارف الحلال والحرام، ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ما تنفعش للفاسقين ولا المجرمين ولا الحرامية، لا، المؤمن الذكرى تنفعه، أما غير ذلك ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه. أشكر أيضا أخي الشيخ الدكتور عبد الخالق العطيفي وكيل مديرة الأوقاف، وأسعد بصحبته هذه الليلة في ذلك المكان الطاهر، والأخ الدكتور أحمد أبو طالب، وأيضا أخي كبير الإذاعيين الأستاذ السيد صالح، ويأتي يوميا في المجددون في الإسلام، وصوته الإذاعي في إذاعة القرآن الكريم منذ أكثر من 30 عاما، وهو فتح الله عليه بكثير من الفتوحات. وشكري لكل من يشارك في هذه المناسبات، وأيضا ادعوا معي بالرحمة للذي قال كلمة طيبة مباركة وبقيت حتى معنا اليوم نجلس في رحابها. ادعوا معي للدكتور مصطفى محمود صاحب هذا المسجد، وله برنامج العلم والإيمان ظل يقدمه على القناة الأولى في التلفزيون المصري يعني سنوات كثيرة، وما زال هذا البرنامج يذاع في إذاعات العالم ونسمعه بين الفينة والأخرى، وبرنامج أقنع كثيرا من غير المسلمين أن يدخلوا في الإسلام، لأنه كان يأتي بالعلم التجريبي وبالنظرات العلمية الحديثة، ثم يأتي لها بما يقابلها من القرآن الكريم، ويأتي بأفلام مصورة ويشرح للناس قدرة الحق سبحانه وتعالى في خلق الكواكب وخلق البحار وخلق النفوس وخلق الحيوانات وخلق النباتات والأطفال، يعني دراسة مقنعة. وكتب كتابا في السبعينات منذ أكثر من 40 عاما، القرآن محاولة للفهم عصري، وكتب كتب كثيرة، والرجل كان يكتب القصة، وكان أديب وكان فيلسوف
ولكن الحق سبحانه وتعالى لأنه فتح قلبه للإسلام وأراد أن يفهم القرآن فهما جديدا وتدبر آيات القرآن، فالله سبحانه وتعالى هداه إلى هذا البرنامج الذي أصبح برنامج عالميا. فنقرأ له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أما بعد، فإن موضوع محاضرة اليوم أو يعني كلمة اليوم، الموضوع جيد رغم أنه مختصر، مسؤولية الكلمة، يعني كلمتان ولكنهما كلمتان ثقيلتان، المسؤولية والكلمة. فالكلمة كما أشار الأخ الأستاذ صالح هي من أول الكون نشأ الكون بكلمة، هذه الكلمة كلمة إلهية، كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن نحن عندما كل منا يفكر في ماذا يقول وماذا يتلفظ هي مسؤولية كبيرة، وهذه المسؤولية تتعلق أولا بدور الكلمة في صنع الحضارة البشرية. نزل الأنبياء بكلام الله سبحانه وتعالى، من أول آدم ثم نوح ثم هود ثم صالح وقبلهم إبراهيم، كلهم نزلوا بتعاليم إلهية، وهي كلمات أيضا بلغوها للناس، أنذر قومك، أنذر الناس. سيدنا إبراهيم حينما جاء لقومه وكان قويا في الحجة، لولا أنه كان قويا في الحجة وقويا في البرهان وقويا في الأدلة ما استطاع أن يقنع هؤلاء الناس، حتى إنهم عجزوا عن أن يجاروه. ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، عامل ملك وطاغية وجبار، فقال له أنا ربي، ميزته أنه يعني أو قوته أو إعجازه أنه يحيي ويميت، ولا أحد يقدر على ذلك، مفيش حد في الدنيا يقدر على أن يعني يصنع بن آدم، يصنع إنسانا، حتى الاستنساخ غيره كله نظريات فاشلة. قال ربي الذي يحيي ويميت إبراهيم، فالملك بطغيانه كلمة كافرة وكلمة فيها تكبر وغرور، أنا ربكم الأعلى، قال أنا أحيي وأميت، يعني هيجيب واحد يحكم عليه بالإعدام ثم يصدر العفو عنه يبقى صاحي، وتوهم من خداعه وتوهم من غروره أنه أحياه. فسيدنا إبراهيم أقام عليه الحجة بكلمة، قال انظر إلى الكون، القدرة الكونية، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أنت عاوز تعمل إله وتحج ربنا سبحانه وتعالى، عاوزين الناس تصحى الصبح وتلاقي الشمس طالعة من المغرب مش من المشرق. طبعا ده مهما أوتي حتى الأمطار لا يقدر أحد على نزول المطر، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن سيدنا إبراهيم، جميع الأنبياء جميعا جاءوا بالحجة والكلمة العظيمة. هناك شيء مهم في إتقان الكلمة، يعني الكلمة ليست كلمة فقط تقال، لا، إتقان الكلمة. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللغة العربية عندنا لغة القرآن الكريم، وتخيل نفسك أنت تقرأ القرآن وتخطئ في القرآن، يعني سمعنا إن شاء الله المقرئ اليوم أو الإمام يصلي بين العشاء وما شاء الله المقرئ تلاوة يعني وأحكام وتجويد وترتيب. بعض الناس لا يتقن قراءة القرآن، عليه يذهب لمن يقرأ القرآن جيدا ويتعلم عليه، ولكن بعض الناس يخطئ في قراءة القرآن لجهله باللغة العربية. فمثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، هو أخطأ وقال نستغفر الله صراط الذين أنعمت عليهم، شوف نستغفر الله نعوذ بالله صراط الذين أنعمت عليهم. طيب ايه الفرق بين أنعمت وأنعمت؟ هي ضمة وفتحة، هي ضمة وفتحة، لا
القرآن بالتلقي. لو قال أنعمت كأنه صاحب النعم، كأنه صار الإله. فتخيل أخي الكريم، ضمة وفتحة بتقلب الإنسان من مخلوق إلى خالق، من منعم عليه إلى منعم، ربما لا يقصد، ولكن يعني الخطأ رب كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا. وكثير من أخطاء ترد وأنت تقرأ القرآن، تقرأ الحديث النبوي الشريف. إذن اللغة العربية لا بد من فهمها، وحتى يعني قال بعض العلماء في ضرورة فهم اللغة العربية. معلش النص احنا نذكر بعضنا به. يعني روية أن المصطفى صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فإن الرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، الدين من أول آدم هو الإسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. ولكن تأهد الشرائع مختلفة في الأشكال والطقوس، ولكن الدين هو الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن الرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد، وإن العربية، يعني إن اللغة العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، وإنما هي لسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. من تكلم العربية فهو عربي. إيه معنى ذلك؟ دي إعجاز، إعجاز نبوي. لماذا؟ لأن هذا الحديث قيل ورسول الله ما زال في المدينة، وما زال المسلمون قلة ومحاصرين ومحبوسين، ولكن شاء الله أن ينتشر الإسلام بالقرآن وبالفكر والعقل والهداية والإرشاد والأسوة الحسنة. انتشر، جاء إلى السعودية، جاء إلى اليمن، جاء إلى مصر، المغرب العربي، ذهبوا إلى أسبانيا، الأندلس، ظل هناك 800 عام، ذهب إلى أفريقيا، ذهب إلى آسيا، ذهب إلى أوروبا. فانتشر الإسلام وأصبح المسلمون يعني بالمليار ونصف الآن، وكلهم يتكلموا اللغة العربية. حتى الصلاة بيصلي باللغة العربية، ما ينفعش يصلي بالإنجليزي ولا صلي بالفرنساوي ولا صلي بالروسي، لا. ونذهبنا إلى ماليزيا، إلى بروناي، إلى أندونيسيا، إلى باكستان، تلاقي اللي يخطب وعندما تأتي الآية القرآنية يتكلم باللغة العربية، القنوت والدعاء باللغة العربية. إذن كأن الحق سبحانه وتعالى عندما يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، البيان القرآني، البيان العربي. فإتقان الصلاة والعبادات لابد أن يكون المسلم متقنا للغة العربية وعارفا. وجاء زمن أيام العصر العباسي كان المسلمون في أنحاء العالم جميعا يتكلمون اللغة العربية. هناك كتب الفقه ويعني البخاري وسيبويه والنسائي والترمذي وعلماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء الأصول، أغلبهم ليسوا عربا، بل إنهم من الأعاجم الذين فتح الله عليهم وأجرى على لسانهم الحق وصاروا من أكبر أنصار الإسلام. يقول الإمام الزمخشري أيضا صاحب كتاب الكشاف التفسير: ولعل بعض الناس الآن، إحنا في عصر برضو الكلمة، الناس الآن استهولوا باللغة العربية، حصروها في مبتدأ زيد وعازر خبر، إن قلت زيد عازر من اعتذر، كلام لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، كشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، والفت المالك، حصروها في القواعد. لا، اللغة العربية هي في كل العلوم الشرعية واللغوية وكل، لدي كلمة وكلمة العلم. لا، وتأخرنا في العصر الحديث أيها المسلمون، تأخرنا لأن تأخرنا في العلم بالعربي. العلوم الحديثة كلها بالعلوم الأجنبية، وإحنا يعني أنا بوصف وأنا بصلي الآن لقيت مدن اليابان
الكاميرا اللي بتصور ديت صنع اليابان، طيب وتاني صنع الصين، والتالت صنع روسيا، والتالت صنع المانيا، واحسن عربيات تيجي من المانيا ومن امريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا. طيب احنا فين؟ اين يعني نحن موجودون ايضا، ولكن العقول عندنا انتزعت وهاجروا، طيور مهاجرة هاجروا الى الخارج. يقول: ولعل الذين يغضون من العربية ويضعون من مقدارها ويريدون أن يخفضوا ما رفع الله من مدارها لا يبعدون عن الشعوبية. كلمة شعوبية دي معناها تعصب. الله يقول: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. القبائل والشعوب والأسر تتعارف. لا، الشعوبية ظهرت في العصر العباسي، وجاء الأتراك كانوا كانش مسلمين لسه، وكان الفرس والهنود وكل غير العرب كانوا يتعصبون لأنفسهم ويقولون العرب متخلفون، يوهمون العرب اللي منهم سيدنا رسول الله، منهم سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا عثمان، خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، يعني يغضون من منارها. هؤلاء لا يبعدون عن الشعوبية منابذة للحق الأبلج وزيغا عن سواء المنهج. أيها الإخوة، حتى لا نطيل عليكم، نأتي إلى يعني لب المحاضرة: الكلمة ومسؤوليتها. هناك عدة مسؤوليات، هناك مسؤولية عقدية وتشريعية، ومسؤولية اجتماعية وطنية، ومسؤولية علمية وتاريخية، بل وذاتية. ايه المسؤولية العقدية والتشريعية؟ العقدية والتشريعية فرق. هناك العقيدة والشريعة. انا شايف ما شاء الله علماء معنا لابسين الزي الازهري، فتح الله عليكم جميعا، فتح قلوبكم للعلم وللحياة. فالعقيدة هي علم التوحيد، ونحن نعقد قلوبنا على لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذه فيها لا اجتهاد في ان الله واحد لا شريك له. قل والله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وهناك كما يقولون عطاء ربوبيه وعطاء الوهيه. عطاء الربوبيه من نعم الله سبحانه وتعالى يعم الخلق جميعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرزق المؤمن ويرزق الملحد ويرزق الكافر ويرزق كل، ويرزق النباتات ويرزق الطيور ويرزق الأشياء في جحورها والطيور في سمائها، كل ما على الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وعلو مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالله رب الخلائق جميعا، يعني لا يعني لا ينكر أحد. أما الكافر ده شذ، الملحد شاذ عن الطريق السوي وعن النهج السوي. عطاء الألوهية يعطيه الله لعباده المؤمنين الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكرمهم ويثيبهم ويكافئهم ويختبرهم ويمتحنهم. ولذلك نجد أن القرآن فرق بين قوله بين العباد والعبيد. العباد العبيد، الخلق كلهم عبيد الله، وما ربك بظلام للعبيد. مفيش حد يقول انا ايه، اللي يقول انا اله ده مغرور وما يعرفش حاجه في الدنيا. ابليس نفسه يعني ادعى انه على حق وعلى كذا، فطرده الله من رحمته. فرعون قال انا ربكم الاعلى. الى كل هؤلاء يذهبون كرامات في النهايه ولا بقاء لهم. فالحق سبحانه وتعالى، الحق سبحانه وتعالى يعني هو يعني العبيد، كل الخلق عبيد الله، ولكن العباد هم العباد المصطفون، هم المؤمنون الموحدون كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان. وهذه المسؤولية مسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الترابطية، أمانة الكلمة. قال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دي مسؤولية اجتماعية ومسؤولية نفسية ومسؤولية دينية. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فغير تكبر ولا غير ترفع
وفرق بين الهون والهوان، الهوان صغار وذلة، والمؤمن عزيز ليس صغيرا ولا ذليلا، ولكن يمشي متواضعا، يمشي قانعا، يمشي يعني في قناعة بأن الله خالقه، وأن لو كان قويا هناك من أقوى منه. ولكن الجوهر المسألة المشكلة، قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طيب كلمة خاطبهم، الخطاب كلام متبادل بينك وبين أخيك، قالوا سلاما، هل بول سلام ولا أنشأ كلاما وقولا ينشئ فعلا فيه السماحة وفيه الأمن وفيه السكينة؟ أولا كلمة الجاهلون، هل الجاهل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ لا، هناك بعض الناس أميون وعقولهم ذرية، يعني يحسب ويتاجر ويكسب، من كبار إيه رجال الأعمال والتجار وعارفش إيه رأيك. الجاهل هنا هو من الطيش والحمق والسفه وعدم التفكير والاعتداء على الناس وسب الناس. وهذا حتى أيضا إحنا لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم، يعني عندما نقول مثلا جاهلة الريح، كلمة جاهلة الريح في اللغة العربية معناها اشتد هبوبها وتكنس، وأحيانا العواصف تهدم البيوت والرياح، فكأن الغضوب والطائش والأحمق والسفيه والذي يخوض في عرض الناس أو يؤذي الناس بكلامه ومثل الريح التي لا تلو على شيء. وأيضا نسمي، تخيل عندما يأتي الكباب أو اللحمة ونشويها، قطعة الحديد التي يشوى عليها اللحم تسمى المجهلة، المجهلة. فكأنك وأنت تسب أخاك أو تغتابه أو تنمه أو توجه له سيء القول، فكأنك تأكل لحمه ميتا. لأن كلمة شوف كلمة وإذا خاطبهم الجاهلون، فكلمة شوف جاهل، إعجاز القرآن يتحمل معاني كثيرة، شبهه بالريح الغضوب، شبهه بالقطعة الحديد، بل أكثر من ذلك شيء أمامنا، يعني قالوا جاهلة القدر، جاهلة القدر، القدر اللي هو الإناء، تحط الإناء على النار على البوتاجاز أو على أي شيء فبيغلي الماء، ما بتغلي والأكل وما كذلك. كلمة جاهلة القدر معناها اشتد أزيزها واشتد غليانها، فكأن الغضوب والسفيه والذي يخاطب المؤمن بكلام سيء مثل هؤلاء جميعا. وأنت أمام هذا كله تهدأ وتتريث، ولا يعني ترد له الكيل بالكيل ولا السيئة بالسيئة، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذا أيضا يسوقنا إلى الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك، والدعاء في داعية منفر في داعية مراقب، فالإسلام ترغيب لا ترهيب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كلمة الحكمة موعظة، يعني عندك فكر وثقافة وقراءة، قراءة خاصة الأئمة والدعاء، يقول عنده قراءة موسعة، يقرأ في المذاهب ويقرأ في العقائد ويقرأ في مقارنة الأديان ويقرأ للعلماء سواء اختلف معهم أم لم يختلف، لكل يقرأ حتى إذا ما دعا كان على بينة ومصير، لأن من أمامك مختلف المشارب والأهواء، في واحد فكره مادي، واحد فكره روحاني، واحد فكره كذا، واحد فكره ضال، واحد فكره إرهابي، واحد فكره كذا. فالداعية الحكيم والذي يعرف وجوه الناس ويقول كلاما، يحاول كالطبيب الذي يعالج به أمراض هؤلاء الناس بالحكمة، والحكمة ضلة المؤمن، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني مثلا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إليه رجل يرتكب جميع المعاصي، وده حديث عارفين، يا رسول الله أنا أرتكب جميع المعاصي في الدنيا كلها، واحد يعني الشيطان ركبه من رأسه حتى رجليه، ماذا أعمل؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الرجل مريض. إيه مرضه؟ إنه كذاب.
الكذب. ما عادش يقول بقى روح لفلان وقر، لا، قال له انت بس حاجه واحده بس، رشدت عليك بترك الكذب، ما تكذبش. لو انت بقيت صادق والكلمه طلعت صادقه والكلمه مسؤوليه وانت سئلت عنها، ربنا سبحانه وتعالى هي ايه؟ هيصلح حالك. فالرجل ذهب كان يغش وقال له لابد ان تاتي وساسالك وتكون صادقا معي كما نعرف جميعا. فالرجل ذهب الى كل الابواب والطرق وميادين الحرام والميادين التي كان يذهب اليها عاوز يغش. طب لو الرسول سالني عاوز يسرق، يهتك الاعراض، عاوز يعمل اي شيء. فهو راى نفسه ان الصدق ينجي، اذا كان الكذب ينجي فالصدق انجى. اذا يعني عليك بترك الكذب. نرى كثيرا، واحد ذهب الي قال يا رسول الله قل لي قولا لا اسال عنه احدا بعدك، عاوز شيء يعني نهائي، سؤال لن اسال شيء بعدك. ماذا قال؟ قال لا تغضب. طيب زدني. قال لا تغضب. زدني. قال لا تغضب. دي مسؤولية. لماذا؟ لأن الغضب كما قال أطباء يحدث انفعالات في النفس وتغييرات فيسيولوجية في النفس، والإنسان في حالة غضبه ربما يعني يؤذي ابنه، يؤذي زوجته، يؤذي جيرانه، كل هذا نرى. إذن فالرجل يعني أخذ هذه الوصفة النبوية والحكمة النبوية والموعظة النبوية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة إذا احنا كل شيء له مقابل، كأن في موعظة سيئة، في موعظة عنيفة، في موعظة منفرة، في موعظة مبشرة، في موعظة. إذن الموعظة الحسنة هي أنك يعني تأتي بالناس كده وترغب الناس في الإسلام وتأتي لهم بالأحاديث المبشرة. يعني أنا كنت حاضر جنازة أحد الأقرباء، فجاء أخ من إخوة الفضلاء يعني نسأل الله له الهداية، فإذا به يقوم خطيبا ويقول يا أيها الناس ماذا تتخيلون الليلة الأولى في القبر؟ وظل يذكر العذاب القبر والزبانية والجحيم وكأن هذا الميت الذي ذهب يعني هو كان من كبار المجرمين وكبار الشياطين وكبار الملاحدة وكبار كذا. فأنا يمكن بعد ما خلص قلت يا أخي أنت خوفت الناس وأفهمت كل شيء بسياقه، أنت بتخطب الرجل لماذا كان تقي ولي حتى لو كان عاصي، أنت ادعو له بالهداية والمغفرة. قلت له طيب أنت يعني أنسيت حديث رسول الله، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أنت سبت الروضة من رياض الجنة ومسكت حفرة من حفر النار؟ لا، خذ الروضة الأول، خذ نعيم الله في الأول. إذا أول الموعظة الحسنة. ثم واحد لم يأتي بالحكمة ولم يأتي بالموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة أيضا يعني ما شاء الله بقرا في خطباء ودعاء الناس تحب تسمع لهم، هروح عند الشيخ فلان واسمع الشيخ فلان واسمع درس الشيخ فلان واذهب الى فلان، بيكونوا مدارس، بيكونوا رواد. ثم وجادلهم بالتي هي احسن. اللي بيستحق الجدال ده واحد متشكك، واحد منكر. وكثير من طلاب الجامعه الان وقعوا في شباك الالحاد، والله يا الاساتذه الخطب الوعاظ والائمه والاباء، ابنائكم خلي معاكم هذا الجهاز اللعين في اشياء كثيره علينا ان نتنبه لهم، وعلينا ان ناخذهم الى جوارنا وجادلهم بالتي هي احسن. الجدال يحتاج الى عقل والى فكر والى كذا. ايها الاخوه، نحن الكلمه مسؤوليه عقديه وتشريعيه، مسؤوليه اجتماعيه، ومسؤوليه وطنيه ايضا. يعني الوطن يعني نحن كلنا ابناء الوطن. وطنك هو دارك الكبرى وبيتك الكبير. اذا نحن عندما يعني نرى اشياء كثيره
يعني هذا في إشاعات كثيرة جدا، ونعرف فيه لو تبعنا مثل هذا وتبعنا الكلام، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ مصرنا وأن يكرم أبناءنا وأن يجعله متفوقين إن شاء الله، وأن يقيهم شر قرناء السوء، وأن يحفظهم من جميع الرزايا والموبقات. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا سددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها رب العالمين. عباد الله، كونوا جميعا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على أننا لا نعود إلى المعاصي أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الأحباب، عشنا مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، حول مسؤولية الكلمة، والكلمة ومسؤولية الكلمة، الدعاء في حاجة إليها. فقد دخل رجل على هارون الرشيد وأغلظ له في القول، فقال له هارون: يا هذا، إن الله قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. بعث موسى وأخاه هارون إلى فرعون فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نحن الدعاء والمسؤولين عن الكلمة في حاجة إلى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نواصل اللقاء وهذه الكلمة مع فضيلة الدكتور عبد الخالق عطيفي، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة. بسم الله، والحمد لله، وصلاة وسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم ربي إنني عبد تكاثرت الهموم ببابه، ورصيده صفر من طاعة ربه إن قيس بالأخيار من أحبابه، لكن حبي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تحسن الآلات جمع حسابه. فاغفر لي اللهم كل خطيئة، وارحم كثير الذنب بعد إيابه. شفع بنا الله الحبيب محمدا بحر الحياة بخيره وعجابه. ثم أما بعد، أيها الأحباب، بعد محاضرة علمية دقيقة ورصينة من أستاذنا العالم الجليل الدكتور صابر عبد الدايم، وتقدمة رائعة جلية من الأستاذ الإذاعي القدير الأستاذ سيد صالح، في هذه الليلة الجميلة الماتعة المستنيرة بحضوركم وبوجودكم في بيت من بيوت الله، وفي فعالية من فعاليات وزارة الأوقاف التي امتلأت بها بيوت ربنا في كافة ربوع القطر المصري، فجزى الله
كل من ساهم في هذه الاحتفاليات والندوات والمحاضرات والكلمات النيرات بما هو أهله. أسأل الله تبارك وتعالى العون والمدد والتيسير والتوفيق. أستاذنا تحدث عن إتقان الكلمة وذكر عرضا بيتا من أبيات ابن مالك في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل وحرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد. بعيدا عن المصطلحات العربية التي لا يجوز لي أن أتحدث فيها بحضور أستاذنا، لكن أتحدث عن المعنى والإشارة في الإفادة. كلامنا لفظ مفيد، كلامنا لفظ نافع، كلامنا لفظ نافع. فاحرص على أن تكون كلماتك نافعة لكل من يسمعها، طبعا بعد أن تكون نافعة لحضرتك. الكلمة ومسؤوليتها. الكلمة شرف، ولنا شرف الكلمة، ولنا كلمة الشرف. نحن الدعاة شرفنا الله تبارك وتعالى بأن انضوينا تحت قوله جل في علاه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، وفي نهاية الآية وقال إيه؟ إنني من المسلمين. ومن المسلمون؟ قال صلوات ربي وتسليماته عليه: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. من سلم الناس من أي شيء؟ من لسانه. إذن فقول حسن، وأن يسلم الناس من لسانك فأنت من خير الناس ومن المسلمين، بنص كتاب الله وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاحرص على أن تذكر بخير. من الشرف أن تذكر على لسان عالم كأستاذنا، عندما يذكر اسمك فهذا شرف عظيم. وأن تذكر عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمك واسم أبيك هو شرف لا منتهى له. فإن الله تعالى وكل ملكا على قبر سيدنا صلى الله عليه وسلم يبلغه بكل من صلى عليه من أمته، ويقول له: يا محمد، يا رسول الله، إن فلانا ابن فلان باسمك واسم أبيك قد صلى عليك. فصلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقد ذكرتم الساعة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك، وهل هناك شرف أعظم من ذلك؟ وأعظم من ذلك أن تذكر عند مولاك وأن يذكرك مولاك. فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. إذن هذه هي الكلمة الطيبة المفيدة النافعة، فاحرصوا عليها. كلام يدل على الخير، وكلام مليء بالخير، وكلام يبعث النور في أرجاء الكون، خاصة في عصر تبلغ فيه الكذبة الآفاق. وكذلك كلمة الخير تبلغ فيه الآفاق. تذكرون حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم وتحفظونه، أنه رأى في منامه أن هناك رجلا يشق شدقه، فلما سأل عنه قال: هذا رجل كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، حتى تبلغ الآفاق. وتفسير هذا الحديث في عصرنا الآن، فقد تكاثرت وسائل التبليغ لهذه الكلمة. كلمتنا الآن
مسموعة في أرجاء الكون كله. أي إنسان يدخل على هذه الصفحة الطيبة المباركة الشريفة الممتلئة بالذكر والعلم يسمع كلامنا، فكلمتك وصلت إلى آفاق الآفاق. ومن دل على خير كفاعله، أو الدال على الخير كفاعله، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولذا يمكن تلاحظون أن وزارة الأوقاف في هذا العصر دخلت في أغلب التطبيقات الخاصة بالسوشيال ميديا بوسائل التواصل الاجتماعي، حتى تكون هذه الكلمة حاضرة في كل بيت وفي كل جهاز وفي كل جيب وفي كل صدر، وتراها كل عين. إذن فنحن الدعاء بعد أن انضوينا تحت قول ربنا جل في علاه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، علينا واجب التبليغ باستعمال تلك الوسائل الحديثة. أيضا نحن الدعاء حملنا شرف الدفاع عن ديننا وعن وطننا، فنحن حماة الأديان وحماة الأوطان بألسنتنا وكلماتنا النابعة من قلوبنا وعقولنا وعلومنا والتي أخذناها عن أساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا. فحضوركم في كل مكان حضور مميز وقوي وجلي ومنير، لأن قلوبكم قد امتلأت بكتاب الله وبنور سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاعرف ذلك عن نفسك، واعرف قدر ما أقامك الله عز وجل فيه، ولا تجعل من نفسك مرددا لكلمات ربما تتناثر هنا أو هناك، لأن واجبنا التثبت والتبين، وأن يكون ذلك منهاج حياة نعمل به ونعلمه للناس خاصة مع سهولة الوصول إلى جميع الناس من خلال هذه الوسائل، والتي أصبحت عند كثير من الناس فتنة: فتنة الشهرة، فتنة الوصول، فتنة النجومية، فتنة أن تفعل شيء الناس كلها تشاهدك وأنت تفعله، فتنة استخدام هذه التطبيقات المتكاثرة والحديثة. لذلك عليك أن تحرص على أن تكون كل كلمة وكل حرف. أستاذنا تحدث عن مسؤولية، لا مسؤولية الكلمة، إنما تحدث عن مسؤولية الحركة والشكل، ضاربا المثل بكتاب الله عز وجل: أنعمت وأنعمت. إذن فكل حركة وكل شكلة وكل حرف عليه مسؤولية وعليك مسؤولية، فاعملوا بهذه المسؤولية وانشروها في الناس لتكون منهج حياة. أحذر الناس من الانجراف خلف الإشاعات التي لا أساس لها، وعلموا الناس منهج التثبت. يعني لما تجد بعض الناس بينشر في أول يوم من أيام احتفالات كأس العالم: دخل في الإسلام أكثر من 60 شخصا، الله أكبر تكبير وتحميد ثم تنشر. هل تثبت من هذا؟ وهل الناس كانوا في انتظار كأس العالم لكرة القدم حتى يدخلوا في الإسلام هكذا زرافات وأفراد؟ بالتأكيد. إذن هذا أمر طيب لو ثبت، لكنه لا يثبت. ولا نخدم ديننا بإشاعات لا أساس لها، بل منهج التثبت منهج ثابت أصيل علمي رصين تعلمناه من لدن أساتذتنا في سلاسل علمية امتدت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه يعني قد نعتبرها تذكرة لمن أراد أن يذكر، ونعتبرها تنبيها
أي إنسان غافل عن ما أقامه الله عز وجل فيه، فاحرصوا على أن تكون لكم كلمة الشرف وشرف الكلمة، وأن يكون الدفاع عن الأديان والأوطان غاية من غاياتنا التي نعيش لها ونعيش بها ونحفظها عن مشايخنا وعن أساتذتنا وعلمائنا. ولا أطيل عليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا ربنا لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا جملة واحدة يا أرحم الراحمين، واجعل هذا المجلس في ميزان حسنات من أمر به وأقامه وسعى لنشره في الآفاق يا رب العالمين. وصلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استمعنا إلى هذه الكلمة الموجزة من فضيلة الدكتور عبد الخالق عطيفي، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة. وفي الحقيقة هو ذكرنا بخطورة الكلمة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وما يجب علينا من التثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الكلمة المكتوبة أيها الأحباب لا تقل خطرا عن الكلمة المنطوقة، ومن هنا وجب على كل صاحب قلم أن يتقي الله فيما يكتب، وليعلم علم اليقين أن ما سطره سيبقى شاهدا له أو عليه، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أيها الأحباب، نختتم هذا الاحتفال بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ شريف خليف. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله وسلم، صلى الله محمد، صلى الله عليه وسلم. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه احفظ لسانك.
كم في المقابر من قتيل لسان كم في نعيب زماننا والعيب فينا وما ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله من ذا يداني بالفخار نبينا وهو الوسيلة للإله من ذا يداني من ذا يداني بالفخار نبي وهو الوسيلة للإله الأوحد يهيم القلب
عليه يهيم القلب إن ذكر النبي ويهمس بالصلاة وتسري دمعة بالشوق حرا وتسري دمعة بالشوق حرا لحب محمد خير الأنام مولا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان الكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صاحب الأخلاق والشيم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صل أبدا على ليني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه المسجد الأقصى وفي الحرام مولاي صل على حبيبك خير كلهم سيدي يا رسول الله أنت الحبيب المرتجى حصن الحماية والرجاء من نال حبك
فقد نجا من نال حبك قد نجا من هول يوم مؤتم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أعطاك الله شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى وصبر أيوب. استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ شريف خليف، وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الاحتفالية الثقافية من مسجد الدكتور مصطفى محمود بمحافظة الجيزة ضمن الأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف. شكرا لحضراتكم على الحضور، وشكرا لكتيبة وزارة الأوقاف ممثلة في وزيرها الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، ولوزارة الأوقاف بالجيزة الدكتور عبد الخالق عطيفي والدكتور أحمد أبو طالب. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.